تتواصل التحديات مشاهدينا متابعينا الاعزاء على ارضيه ميدان التحدي ميدان الشحانيه، وعلى بركه الله ينطلق الشوط الثامن عشر الخاص للقعدان الحقايق من مسافه 3 كيلومترات نسير مع هذه الاسماء المنطلقه ومع هذه الشعارات المندفعه والباحثه عن الناموس. نبدا بعد المراكز والبدايه متفوق بشعار محماس بن سعيد بن علي الشيبه يتقدم مع اول الاسماء واول الشعارات. ثاني المراكز يتقدم خلاب محمد بن طالب بن محمد بن عقيل يغير مخلاب او خلاب الى البدايه والى اول الاسماء. ثالث المراكز النداوي راشد بن محمد بن حمد الدعية، ورابع الأسماء سياف حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي، وخامس المراكز وصل شعار بن نايفة يتقدم مع نبه، يتقدم هزاع بن عبد الهادي بن محمد بن مبارك بن نايفة يتقدم مع نبه مع خامس الأسماء. هكذا هي النتيجة الأولى مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمسة المراكز المتقدمة والخمسة الشعارات المندفعة. ونعود مع البريدي، غير إلى البداية مع سياف، سياف يغير ولكن ينطلق خلاب محمد بن طالب بن عقيل يقدم لنا خلاب، والدعية من الجانب الآخر مع النداوي راشد بن محمد بن حمد. الدعية يغير إلى أول الأسماء وأول الشعارات، ثانيا خلاب محمد بن طالب بن عقيل، وثالث المراكز يتقدم سياف حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي، ورابع المراكز عديم لراشد بن محمد بن سعيد آل حنيتم المري لأول ندا لعديم، وخامس الأسماء متفوق محماس بن سعيد بن علي الشيبة مع خامس الأسماء وخامس التحديات. أرى الأسماء والشعارات قادمة من أجل الفوز ومن أجل الانتصار، ولكن الدعية، الدعية مع البداية مع النداوي، النداوي راشد بن محمد بن حمد. الدعية وصلت الأسماء، وصلت الشعارات، وصل عديم راشد بن محمد بن سعيد آل حنيتم، وأيضا متفوق محماس بن سعيد بن علي الشيبة. الكيلومتر الأخير، الكيلو الخطير، الله الله الله، الدعية مع البداية ولكن بن حنيتم يتقدم مع عديم راشد بن محمد بن سعيد آل حنيتم. بوشريدة قادم مع شايش حمد بن صالح بن حمد، بوشريدة مع ثالث الأسماء، رابعا متفوق محماس بن سعيد بن علي الشيبة، خلاب قادم بشعار محمد بن طالب بن عقيل، ولكن البداية بوشريدة، بوشريدة غير واستلم زمام الأمور، شايش، شايش يغير إلى البداية، بوشريدة مع شايش حمد بن صالح بن حمد، بوشريدة ثانيا عديم راشد بن محمد بن سعيد آل حنيتم. النداوي قادم مع الدعية ولكن بوشريدة، بوشريدة ينطلق مع الفوز والانتصار مع شايش، شايش يتقدم بهذا الشعار المميز، شعار بوشريدة ينطلق، بوشريدة مع هذا الأداء ومع هذا الفوز والانتصار. والنقطة الثانية في هذا المساء مع شعار بوشريدة مع شايش حمد بن صالح بن حمد. بوشريدة المري يتقدم مع شايش، تهانينا والناموس لمالك شايش من هذه اللحظات، تهانينا والناموس لحمد بن صالح بن حمد بوشريدة، واسعد الله مساك يا بوشريدة. والنقطة الثانية تهانينا والناموس لحمد بن صالح بوشريدة على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. ثانيا وصل النداوي راشد بن محمد بن حمد الدعية، وثالث المراكز وصل ثالث الأسماء فريد بشعار محمد بن بخيت بن برقان، ورابع المراكز خلاب محمد بن طالب بن عقيل، وخامس الأسماء صوغان سالم بن سعيد بن علي آل فهيد الهاجري. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، هكذا هي النتيجة للخمس المراكز المتقدمة. تهانينا والناموس. لمالك شايش حمد بن صالح بن حمد بوشريدة، ها هو شايش. تتابعونا مشاهدينا متابعينا الأعزاء عبر قناة الريان، الناقل للأحداث وتحديات ومنافسات هذا المساء.
شايش والتوقيت الزمني وصوله الى خط النهايه. كان هناك التوقيت الزمني 4 دقائق 23 ثانيه وعشرة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك شايش، حمد بن صالح بن حمد بشريدة ثاني الأسماء، آتا النداوي 4 دقائق 26 ثانية و92 جزء من الثانية. تهانينا والناموس الراشد بن محمد بن حمد الدعية، وثالث المراكز وصل شعار بن برقان مع فريد، والتوقيت الزمني 4 دقائق 27 ثانية و30 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس.